السلام عليكم، ورجعنا من جديد إلى تحديات فيفا 23 من الصفر. لازم علي أسجل أهداف من خارج منطقة الجزاء. راح ألعب ثلاث مباريات، على الأقل أسجل هدفين من خارج منطقة الجزاء في ثلاث مباريات. وإن لم أحقق هذا الهدف، وإن لم أحقق هذا التحدي، وإن لم أفز بهذا التحدي، سأعتبر نفسي نوب وبوت. أوكي، هذه التشكيلة التي سأعتمد عليها في المباراة الأولى. المشكلة يا جماعة الخير، البينج مرتفع وهذا تحدي صعب جدا. لهذا لا تنسوا اللايك على الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. اعطونا آراءكم وتعليقاتكم وأفكاركم في صندوق التعليقات. اوكي، هذا هو خصمنا الأول. يلا، هذه تشكيلته، لا يخيفني أكيد. يلا بسم الله، بدينا. على الأقل أسجل جولين يا جماعة الخير. يلا هالاند هالاند يشمي لي ده ده يشمي لي ده ده هالاند. هيلا هيلا، يلا يلا برناردو. لا 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 لا، أخطأت أخطأت. هيلا برناردو، الله. حققت أول هدف، يا سلام برناردو. يلا التسديدة، يا الله، ترى أنهي هذا التحدي في مباراة واحدة. هيلا 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 هيلا، التسديدة بيدري، يا الله. والله البينك، شوفوا البينك مرتفع يا جماعة الخير. نهاية الشوط الأول 1-0، صراحة أداء كان مذهل جدا، كنت قريب من التسجيل الثاني. هيلا برناردو، يا حارس يا مارتينيز. يلا برناردو، يا الله بعيدة. مدافع أسطوري أنا. زوكول، بعيدة بعيدة، لازم ننهي هذا التحدي بأسرع وقت. يسدد هالاند ومارتينيز مرة أخرى. هيهي أسطورة أنا بالدفاع، لا تلعب معي لا تلعب. جوكول جوكول، والله لا حول ولا قوة إلا بالله. العرضة تتحسب يا جماعة الخير. والهدف والهدف والهدف، أكيد راح يسجل. أنا اللي يهمني هو الهدف من خارج منطقة الجزاء. ما راح يسجل اكيد. بيدري بيدري، يا الله خيبت املي يا بيدري. يلا جوكول يا بيدري. لا 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 يا حكمني، ماذا انهيتها؟ الشوط الاضافي يا جماعه الخير. بيدري بيدري، جول، هذا ما كنت اريده يا. هذا بيدري خيدري، سميه مثل ما شئت، هدف خرافي. جيبوا لي ابو سروال يا جماعه. لا ما هو، لا ده ثواني، طلعت انا جاي العب تحدي، انا اصلا ما بعرف كيف اشوط من برا. اوكي، هذه في الفوت شامبيون يا جماعه الخير، وليس في الديفيجن ريفز. تعال تعال اشبعك حب، اشبعك حنان. الحمد لله الحمد لله بعيده. لا عندنا، والله عندنا، يا الله فرحان يا جماعة الخير، والله فرحان. يلا 2-2، نهاية الشوط الإضافي الأول. لم أقم بأي تغييرات يا جماعة الخير. يلا الشوط الإضافي الثاني، وسيحدد مصير من الفائز، أنا ولا هو. ونهاية المباراة إلى ركلة الترجيح. يا سلام، يلا يلا جول، ايزي بيزي. الكرة في الشباك، اختيار موفق من اللاعب، يضع الكرة في المكان السليم. ايزي بيزي، يلا
السابع. هالاند هالاند بنفس الزاوية لأنه يفكر في نفس تفكيري، لهذا أفكر في عكس تفكيره. فهمتم؟ يا سلام، بنفس الكيفية ونفس الطريقة. بانيكا يا جماعة الخير، هذه المباراة في الفوت شامبيون وليس في الديفيشن ريفز. أوكي، ماذا لو لعبنا في الديفيشن ريفز؟ اتعلم مني يا أبو سروال كيف تسجل خارج منطقة الجزاء بسهولة. في المباراة الثانية سأقوم بإدخال ليفاندوسكي مكان إيرلينغ هالاند مؤقتا. يلا ليتس جو. يلا الخصم، نسيت تشكيلة الخصم. أوكي يلا معلش. يلا بيدري، أول هدف ضاع. هاي لا هاي لا با 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 جول من خارج منطقة الجزاء. يلا جو جول جول. أربع أهداف من خارج منطقة الجزاء في مبارتين يا جماعة الخير. تعلم تعلم يا أبو سروال، متع وتمتع، إنه الليدر، إنه الزعيم. جو كول، إيزي بيزي يا حبيبي. أوه جيد، أوه جول جول عالمي. يلا هاري كين ويفرح، أكيد يفرح، من حقه يفرح لأن تم تسجيل عليه هدفين من خارج منطقة الجزاء. فقط أنا من يسجل من خارج منطقة الجزاء. كيف سجلها؟ أنا ما يهمني سجل علي ولا نخسر ولا نربح، أنا اللي يهمني أني سجل من خارج منطقة الجزاء. قلت على الأقل هدفين في ثلاث مباريات، سجلت أربع أهداف في مباراتين. حكم الله يهديك، دائما ما تعجبني هذه الانطلاقات فيصفرها الحكم. لا 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 التسديدة من كاسيميرا، يسدد الله ويسدد جول، يفرح أفرح أنا نفرح أيضا. نسيت التحدي وأردت التسجيل فقط لأنه يتحداني بالاحتفالات. ليفا والحارس كيلر نافاس. اخلط اخلط، ما نعرف اخلط اصلا، قلبت الطاولة عليه يا جماعة الخير. بيدري يا الله، راح اشحطك شحط، مع اني لم اجري اي تغييرات يا جماعة الخير. هالاند حبيس الدكة، يلا دخلوا له هالاند. يلا سجل لي، يلا سجل، لو تسجل انت بطل. اي حرك في اللعب يا جماعة. يختمها نهائيا بريمد، يفوز بهذا التحدي. يا سلام، ختامها كان مسك يا جماعة الخير. 5-3 ونهاية المباراة أكيد. يلا نهاية المباراة يا جماعة الخير، مبروك علي يا جماعة. يلا فتح باكيج هذا شعراوي. أوكي إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، لا تنسوا أن تشتركوا من هنا يا جماعة الخير. يلا اشتركوا الآن وفعلوا زر التنبيهات، ولا تنسوا أنكم تشاهدوا هذه الفيديوهات من هنا لأنها أيضا ستعجبكم حتما. اشتركوا من هنا وشاهدوا هذه الفيديوهات من هنا، بارك الله فيكم، نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. دمتم برعاية الله وحده، السلام عليكم.